يعني اليوم الصبح كنا عم نحكي بموضوع كتير مهم، يعني مو بس بخص السيدات، بخص الشباب ايضا، انه فصل الشتاء قديش عم يقب الوش، وعم نعاني كتير من انه ظهور حبوب، عم يصير جفاف بالوش، البشرة عم تتعب بشكل عام، عم يصير كتير مشاكل، ما عم نعرف وين نتجه، ما ناخد حبوب نعالجها من خلال الحبوب او من خلال يمكن مراهم او مستحضرات او قصص موجودة عنا بالمطبخ. رح نتعرف اكثر كيف فينا نهتم ببشرتنا بفصل الشتاء ونبعد عن الجفاف وعن الحبوب ايضا مع خبيرة او اخصائية البشرة دانيا عطايا. صباح الخير دانيا. صباح الخير ليا. بونجور يا حبيبي. صباح الخير دانيا. يعني هلا يمكن الشتاء عنا ببلدنا مختلف عن باقي البلدان، نحن عنا برد وبتطلع الشمس نفس الوقت، بتلاقي شمس كثير حادة مثل ما هلا طالعة، بس الجو جدا بارد يعني. فهذا هي الاختلافات المناخية قديش لها تأثير على البشرة بفصل الشتاء؟ دائما بيكون في تأثير لما بنغير نحن دائما، حتى انت اذا بتكوني متحممة طالعة من مي باردة لمي سخنة للدفى للبرد، كلياته بيتغير، البشرة كثير حساسة. نعم، يعني بالبداية نحن حكينا انه كنا عم نحكي تحت الهواء انه هي الشمس هي كثير بتضر البشرة. صح. لأنه كثير قاسية يعني. صح. نحن ما عم نقدر نطلع، وبنفس الوقت نحن شعب فاقد فيتامين دي. صح. بحاجة لفيتامين دي، كيف فينا نحن نحصل على الفيتامينات من الشمس وبنفس الوقت ما نعرض بشرتنا دايركت إلى الخطر تبع الشمس؟ هو فيتامين د إذا بتعرفي منين بيتاخد بالجسم، هو بيتاخد من هاي المنطقة. أوكي. تمام. فأنت فيك تعدي مثلا وتعطي ظهرك للشمس، ما يكون إنه وشك هو اللي أخذ الأشعة. يعني هذا الشيء كمان ايجابي، وبيقولوا احيانا من راحه الكف الايد. صح. بيقدروا انه هن. صح. للاطفال بيقولوا لهم مدوا ايديكم على الشمس بحيث ما يتعرض جسمهم كمان للحراره. من هون انت بتقدري تاخذي من عند الرقبه، من هون بتقدري تاخذي. شو هي بشكل عام اكثر المشاكل يلي بنعاني منها فصل الشتاء؟ يعني التحسس، بتتحسس البشره، الجفاف، بتطقطق بتحسيها. كيف التحسس يعني بيكون؟ بتتحسس من الحكه، لما انت بتصير عندك جفاف بتصير بتطقطق، انت بتصير بتحكي، فانت هي اخذتي النتائج هي. دائما الترطيب، نحن بنعتمد على الترطيب فصل الشتاء كثير. نعم. وشرب المي كثير، هذا اللي بينسوه، مو برد فبتحسي حالك انه ما في داعي تشربي مي، بس هو شرب كميات المي كثير منيح واساسي. لكن بتزيد بفصل الشتاء الجفاف بالبشره وبتزيد المشاكل، اما كانت تحسسيه او ان كان نفور الحبوب. صح. تحسس او ان كان بسبب الشمس او بسبب الطقس. خلينا نحكي نحن ببيتنا كيف فينا نعالج حالنا بحالنا، يعني بعيد انه اوكي اكيد شرب المي هو بالمرتبه. طبعاً. الاولى، ولكن بالمطبخ نحن حسينا بشرتنا جافه، لوين نحن بنتجه لحتى يعني نستعين باكلات من المطبخ لحتى تزبط لنا بشرتنا؟ فينا نعمل سنفره نحن بالبيت، بعيدا عن انه نحن نشتري مواد تجميل الغاليه صارت وكل شيء. الغذاء، هلا انت اذا عندك بالبيت زيوت، بشرتك جافه بنستعمل زيوت. بشرتك دهنية فينا نستعمل قشر الخيار، فينا نستعمل شغلات مرطبة ما تكون كتير قاسية مثلا ما فيها جي من الزيوت. يعني بالنسبة للزيوت هلا احيانا بيقولوا انه الزيوت نوعياتها مو كل الزيوت بتنحط على البشرة. صح. يعني مثلا. صح. في زيوت بتغمق البشرة، في زيوت بتسرح البشرة، زيت اللوز مثلا. خلينا ممكن نعرف يكون. نعطي لكل بشرة شو نوع الزيوت يلي بيقدروا يستخدموه؟ زيت اللوز للتفتيح، فينا نستعمل ليمون للتفتيح وتوحيد لون البشرة كمان. زيت الخروع للترطيب. في عندك زيت الروزماري كمان منيح للترطيب. في كتير زيوت فيك تستعمليها، بس بدك تبعدي اذا كانت بشرتك دهنيه. يعني بتحاولي انه ما كتير تقربي عليها. البشره الدهنيه ما بتستخدم زيوت ابدا؟ فينا نستخدم شيء بسيط، يعني بتحطيها وقت قليل. ولا وقت محدد، واذا استعملتيها بعد بنجففها. بيحطوا الزيت مع الليمون يمكن؟ تماما تماما. بس هلا مثلا بيخلطوهم مع بعضهم مع لبن، ما بعرف، ما كثير بعرف بالمسكات. العسل مثلا فيك تستعمليه، بس بتخافي يكون حدا عنده تحسس من العسل. نفس الشيء اللوز كمان. نعم دانيا، كثير في من البشرات هي مختلطه، يمكن بشرتي نوع منهم. صح. انه عندي مناطق دهنيه ومناطق جافه، فهون لا فيني احط زيوت ولا فيني احط خيار على كل الوش، كيف الطريقه الصح؟ الطريقه انه انت تستعملي العكس لحتى تقربيها للبشره الطبيعيه النورمال اللي تعمليها هيك. انت مثلا عندك دهنيه هون، فيك تستعملي الشيء للجاف، واللي عندك جاف
تستعملي له قدام. كيف فيني اعرف؟ طيب هلا حطيتي انت الزيوت عند البشره الجافه وعند البشره الدهنيه شو عملتي؟ بالعكس فينا نستعمل مثل ما قلت لك الخيار، ممكن نستعمل الليمون، يعني هدول المواد انسب شيء لانه تكوني بالشيء الامن لإلك. ايه هلا الماسكات الطبيعيه يعني هلا في احيانا مشاكل بتكون كثير قويه لها، يعني مو فقط جفاف وحساسيه بسيطه، وخصيصا موضوع الحبوب القويه، هل هي الماسكات الطبيعيه لحالها بتقدر انه تروح هي المشاكل او لا نحن بحاجه الى ادويه، الى بحاجه لعلاج طويل ومختلف؟ الماسكات ما بتعمل علاج، بتعمل علاج للطبقه بس السطحيه والحب الناعم. لما بتكوني انت حبوب متهيجه او حبوب ملتهبه الحمراء بتعرفيها او هيك كبيره، لا هون بدك دكتوره جلديه حصرا. بينما الماسكات فينا نستعملها للطبقه بس السطحيه، بتزيلها وبتساعد على انه نتخلص من علامة الحبوب لانه هي بتقشر الطبقه. العمر البشره من 26 ل 42 جلد. فهي نحن هون بنقدر انه نسيطر على الوضع ونخلي الخلايا الميته نتخلص منها وتتجدد. تمام. دانيا كثير من الصبايا ما بيهتموا ببشرتهم الا ليصير الكارثه، اما ليطلع حبوب او ليصير جفاف اوفر ببشرتهم. خلينا نحكي ايمت نحن بهي الحاله كيف لازم او ايمت لازم نتجه الى الطبيب الجلديه ونقول خلص هي صارت مرض؟ لما بتصير في عنا حبوب ملتهبة وعلام علام للحب، بتصير بتشوفي انه الحبة كتير مثلا عم تكبر عم تنتشر بتروح لمناطق. لما بتكون موجودة هون تحديدا في عنا اتجاهات للدكتورة النسائية، بتكون تعدد كيسات المبايض فرضان او حب الشباب او الحبوب الملتهبه. الغذاء قديش بيلعب دور بالبشره؟ اكثر شيء الغذاء بيلعب دور. لما نحن بناخذ فيتامين اي وبي وسي اللي بنسميهم مضادات اكسده، هدول لازم السيده او حتى الشباب يعني كمان عم يعانوا كثير من مشاكل بشره، انه هن ياخذون لحالهم بشكل دوري او لا لازم مالهم المساوئ كبيره منيحه فينا ناخذها سيروم. حتى نحن سيرومات ليليه يعني بنصح انا انه تستعملي الفيتامين سي. الفيتامين سي هو مغذي، هو مرطب، هو بيوحد لون البشره وبفتح ففينا نستعمله ما له اي مضار ابدا. وعن طريق كمان حبوب، كمان عن طريق الحبوب بيتاخد عن طريق الغذاء بيت نعش مثلا عندك الفيتامين اي، الفيتامين بي، الفيتامين سي. فيك تستعمل الزيوت، الفستق، السمك، قولي هلا غليان السمك، فينا نروح على ممكن نعوض البيت نعش بالسردين الطونه مثلا، البان حليب كله موجود فيه. ويمكن كمان اللي عنده بشرة دهنية لازم يبتعد عن الشوكولا والزبدة والأكلات والمكسرات المدسمة، يعني لأنه فجأة بتلاقي ما أكلت شيء مبارح قطعت شوكولات هيجت كل البشرة. قديش هذا الشيء كمان بيكون سيء على أصحاب البشرة الدهنية؟ صح بتحسس دغري حرام، يعني انه فيكي انت تستعيدي بشيء شغلات ثانيه مغذيه اكثر. خليكي على الفواكه، على الخضروات، البروكلي، البطاطا الحلوه هلا بالشتويه كثير منيحه كمان. نعم. دانيا خلينا نحكي عن الوقت المناسب لتنظيف البشره، كثير مننا بيقول بدنا نعمل تنظيف بشره ولكن في وقت محدد هو يمكن مع تقلب المناخ. بالصيف اكيد ممنوع منعا باتا، ولكن ايمت هو الوقت الصح لنعمل تقشير وتنظيف؟ هلا هي جلسه العنايه ما بتحتاج صيف وشتاء، بس بالنسبة لتنظيف البشرة هو بيحتاج للشتاء، لأنه أنت لما تعملي تنظيف البشرة فأنا نصيحتي أنه ما تعملي تنظيف بشرة بنهار، حاولي تعمليه مسائي. أي رؤوس سوداء أو رؤوس البيضاء أو أي تنظيف بشرة ممكن مع تعرضه لأشعة الشمس الفوق بنفسجية نحن هون نصير عنا علام للحبوب. فنحن انا بنصح انه تكون يعني مو صباحي تنظيف البشره، وبهذا الوقت كثير مناسب تنظيف البشره. في عنا تقشير عم بيصير، بيجوا بيقولوا لك انه عند حواجبي كثير صاير في قشره او عم يقشر وشي ونشفان بالشفايف، كله هذا هلا هذا وقته، توقيت الشتوي هو كثير صعب للبشره. التقشير المنزلي اللي عم يعملوه الصبايا وعم نشوف يمكن كثير على الجروبات انه هذا الكريم كثير بيساعد على التقشير، واستخدامات العشوائيه يمكن للمقشرات المنزليه، قديش ممكن يؤذي البشره وكل امتى ممكن يقوموا الصبايا بهي العمليه؟ شوفي هلا هون بدك تشوفي دكتوره جلديه اخصائيه جلديه يوم اللي بدك تعملي تقشير بالمواد اللي عم تقولي عليها.
ما بنصح اللي عندهم حبوب شباب انهم يعملوا هي التأشيرات، لانه ذره صغيره من السكراب او اذا عملنا فرضا اغلبيتهم تلاقي كاتبين انه حطينا بنه سكر وعملنا سكراب بالبيت. لما بنجرح نحن الحبه نعرضها للالتهاب، ما نحن عالجنا شيء بغلط. فحبوب الشباب، الزيت، الزيوت، المساج للوجه او شيء، انا ما بفضل ابدا، ولا بفضل السكرابات لا. بينما هي كثير مفيده للبشرات العاديه، فينا نعملها مرتين بالاسبوع منيحه. وحتى كيس اللي بسموه تفريك، بيعملوا تفريك كمان، انا ضده. انت عم تشيلي الطبقه المنيحه بالجلد، وانت ما عندك ادنى فكره انه قديش رح تسببي اخطار لبشرتك. دانيا خلينا نرجع لقديم، من قديم بيقولوا لك غسلي وشك الصبح بصابونة الغار، تحممي بصابونة الغار. اليوم خلينا نحكي قديش هي مهمة. هلا نحن بلشنا حديثنا انه اهم شيء للبشرة هو الزيوت، صابونة الغار هي بتحوي على زيوت، فقديش حكي الستات من قبل هو صحيح، وقديش هلا عم نرجع كمان يمكن بسبب غلاء المستحضرات، بسبب كثرة المواد الكيميائية بالصابون، بالمقشرات، بالقصص، عم نلجأ إلى صابونة الغار. خلينا بالبداية نحكي كيف فوائدها، أو شو هي فوائدها، وكيف نحن فينا نستخدمها، وشو هي البشرة يلي بتضرها صابونة الغار. بالنسبة لي أنا الصابون كله ما بحبه للوجه. انت شلتي طبقه البيئاتش من على الوش، الشيء المفيد، الزيوت المفيده شلتيها. بس بدنا نرجعها، كيف نرجعها؟ تمام. فانا بالنسبه لي برايي الغسول، الملك للبشره الدهنيه كثير منيح، واللوسيون للبشره الجافه اللي فيه ذرات بسيطه من الزيوت فينا نستعمله. في مستحضرات ما لها غاليه كثير هلا موجوده بالسوق، فينا نستعملها. وبعد منها نتجه للتونر، لانه الملك شوي يعني بيفتح المسام اكثر، فخلينا التونر بعد منه. موضوع اللي حكيتي فيه قبل شوي انه العنايه، جلسه العنايه بالبشره هي غير جلسه تنظيف البشره، شوف شو الفرق بيناتهم، واني اللي لازم يكون دوريه وتعملها السيده بشكل دائم. تمام. الاغلبيه اللي بيكون عندهم بشره جافه وحاله مؤكسده، الحاله المؤكسده هي البشره خمس انواع. الحاله المؤكسده هي حاله بتكون البشره ميته فيها، بتحسي انه في الوان غامقه كثير بالبشره، باهته، في يعني هالات سوداء، بتكون تعبانه اكثر. بفضل انه هي تكون لها جلسه عنايه اكثر، المرطبات، سكرابات، جهاز التنظيف او جهاز تنظيف العميق اللي بنعمله للي بتكون بشرتها في عندها رؤوس سوداء كثير، رؤوس بيضاء كثير، يلي ما لها بحاجه كثير، هي بحاجه جلسه عنايه، بنتجه للزيوت، للماسكات، للكريمات، للقماش اثناء الجلسه. دانيا بفصل الشتاء هلا كل الصبايا بيتجهوا لحتى يعملوا ليزر لازاله الشعر، وخاصه يلي عندها شعر بوشها. عم نشوف بعضهم عم يتسبب نوع من الحروق، ويا بتكون قبلها عامله تنظيف بشره او تقشير، او بعدها بدها تعمل لحتى تروح هي البقع اللي بالوش. خلينا نحكي عند الحرق بالليزر، شو الخطوات الاولى، شو لازم تعمل الصبيه، وايمت بعد يعني قديش بدها فتره لحتى تقدر تعمل تنظيف او تقشير بشره؟ التاثير بيكون لما انت بتهيجي البشره، يعني عرضتيها لجلستين. هلا ممكن تعملي تنظيف بشره وبعد منه تعملي ميزو كثير منيح، بس يعني ما ممكن تعملي ليزر في بقعة صار منظرة كثير بشعة بنص الوش، يعني من الليزر. صح. بدنا نعالجها باحماض الفواكه، ممكن نعمل تقشير باحماض الفواكه، هذا التأشير الأنسب. تمام. هذا العلاج، وعدم تعرض للشمس، واستعمال الواقي الشمسي أساسي حتى لما بتكوني عم تشوفي إنه في غيم، في تلج، أنا اليوم يلا ما في شمس، لا في أشعة فوق بنفسجية. ليش استعمال واقي شمسي؟ هلا في عالم كتير مثلا بتقلك أنا بتحسس منه، أنا بدأ منه أنا ما برتاح بس حط واقي يعني هو ليش أساسي بشكل عام؟ شو الشيء اللي بيمنعه؟ أساسي بيحميكي من كل شيء، حتى من تلوث الجو، يعني هو مو بس للوقاية من الشمس. تمام. هو درع في منه، وفي منه انه بيقيكي من اشعه الفوق بنفسجيه، وبيقيكي كمان من التلوث اللي انت فيه برا. يعني هو ما له اثار مثلا بتسكير المسامات بشكل عام؟ لا او لا شيء؟ لا ابدا لا. او حسب الانواع بدك يعني. هلا انت اكيد ما رح تنامي المساء الا تكوني ماسحه وشك منيح،
مغسله وشك، فانت هون روحتي كل شيء كان موجود المساء. استعملنا بعد منا الكريمات الليليه وشلنا كل شيء ميك اب، فانت ما يعني ما له اضرار هون بصير. اهم شغلين نشيل كل شيء ميك اب. بيقولوا كل شيء بناكله من من الخضره خلينا نحطهم كمان على بشرتنا، يعني ناكلهم ونحطهم على بشرتنا. خلينا نعلم الصبايا، كل حدا هلا عم يتابعنا، شو انسب شيء غير الخيار وغير الزيوت الهي من البيت من انواع الخضره يلي فينا نحطها على وشنا؟ الليمون. الليمون كثير فيكي، لا حتى هو مثلا عصرتي انت الليمون مثلا فركتي حتى للايدين، هلا شفتي حتى الايدين تلاقي كثير بتنشف، وبتحطيه على الوجه كثير منيح، بيوحد لون البشره بفتح. واغلبيه الصبايا اللي بيجوا بيقولوا لك انا عندي بقى ليمون ساده. ليمون ساده ايه، هلا هو بيعمل حرق احيانا، بيعمل حرق احيانا، بيحك الوجه وبيحرق الوجه، هذا الشيء عادي؟ عادي، لانه بنحطه نحن مقدار معين، ساعات بس تحسي انه كثير صار يضايقك بتروحي بتغسلي، بس انت اخذتي الفائده اللي فيه. تمام. نعم. غير الليمون شو عندنا شيء بالمطبخ بنقدر نستخدمه؟ قلنا على قشر الخيار، الجزر كثير مفيد، الجزر انا كثير بنصح فيه كمان. الجزر فيكي انت لما نعصره مثلا، ممكن تعصري عصير الطماطم كمان كثير مفيد. عم نحكي عصير يعني نشربه ولا نحطه على الوش؟ لا نحطه على الوش، نحطه على الوش. حتى التفاح، حتى التفاح بينحط، حتى التفاح قشرة التفاح كثير منيح كمان على الوجه. بس طبعا لازم دائما يمكن نشوف شو نوع بشرتنا قبل طبعا ما نعمل طبعا أي بس خلطة بس بالبيت. ما بتضر، ما بتضر يعني انت عم تحطي شيء طبيعي. هلا انت عم تحكي عن البشرتين الدهنيه والجافه. تمام. والحساسه. اي الحساسه ما بنحط لها عسل، وحتى الليمون من بعد عنه. ليش؟ لانه هي اساسا متهيجه، هي قابله لانه تتهيج على اي شيء، فنحن ما بدنا اياها انه تتهيج، لا بدنا اياها يعني تكون بشره عاديه قريبه للعاديه اكثر. نعم. لكن خلينا نرجع نذكر المشاهدين، الجزر كثير منيح، قشر الخيار كثير منيح، الليمون منيح بس بعيدا عن البشره الحساسه، والتفاح ايضا فوكادو. يعني كثير منيح كمان هذا شوي الافوكادو. خلينا بهدول، خلينا نركز بعدة السلطة اللي هي النشا كثير. خلينا للبشرة الدهنية نستعمل النشا. بيقولوا يمكن انه بتسحب النشا السموم من البشرة، وخصوصا وقت يكون في حبة. صح. الكل بيقول لك اعملي لزقة نشا، كانوا زمان ايام زمان. صح. كلنا عم نقول انه رجعنا لايام زمان كلها بعلاج. كانت بشرتهم كثير حلوة إليها، يعني كانت بشرتهم نقية وصافية. بشرة تيتات هي أحلى أحسن من بشرة أمهات. ما في ميك اب. نعم. تماماً. دانيا لهون نحن بدنا نتشكرك وشكراً على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ويسعد صباحك ونهارك حلو. حبيبتي. شكراً كثير لإلك، وبنتمنى إنه كل الصبايا يكونوا، والشباب أيضاً لأنه يمكن الشباب صاروا يهتموا بحالهم مثل الصبايا هلا، يكونوا استفادوا من النصائح. مو غلط على فكرة. تمام. أكيد مو غلط. شكراً لإلك.